عزبة البرج زي ما بقول لكم كان فيها أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط، مكان مبهر وبديع، طاقة إنتاجية وثروة سمكية ضخمة كانت بتأتي إلينا من خلال أسطول الصيد ده. ده انهار تماما، مات تماما بسبب اعتزال الصيادين لمهنتهم. سوق الأسماك تعرض إلى هذا الانهيار. يشهد صيادو عزبة البرج بدمياط أزمة كبيرة. التقت كاميرا العاشرة مساء التجار والمواطنين للوقوف على أسباب هذه الأزمة. احنا بلد هنا بلد السمكين بلد البحر، فاحنا مش عارفين نعيش في خير بلدنا. بالنسبة للأسعار الغالية بتاعت الجاز والصورة للمراكب بيضطروا يبيعوا لنا السمك غالي، وهنا الناس عايشة على البحر والسمك. غالي السمك ده إن الجاز ماهوش مدعم، تمام؟ الجاز ماهوش مدعم للصياد. حلو، برميل السولار النهارده عامل 730 جنيه. مش عارفين نشتغل، والتصدير ميزاننا علاني والحاجه غاليه. الزبون عاوز يشتري مثلا الكيلو منها ب 20 جنيه. تمام؟ الزبون النهارده بتوع التصدير دول اللي هم التصدير الغير مشروع، حلو، بيخلوا الطاوله 200 جنيه اللي المستهلك عايز ياكل منها ب 20 جنيه ب 500 جنيه. السمك ده كان ب 8 جنيه وكيلو ونص ب 10 جنيه. تمام؟ الوقت النهارده ب 25 جنيه وب 30 جنيه. لو واحد عنده خمس ست عيال هيجيبه منين؟ أما عن صناع المراكب وأصحابها فأرجعوا أزمتهم إلى غلاء أسعار الخامات المستخدمة في صناعة المراكب. أنت كل يوم، يعني مش عايز أقول لحضرتك إن التاجر ممكن أكلمه دلوقتي أقول له أنا عايز مثلا قد يعني 2 طن 3 طن خشب، على ما أكلمه الصبح عشان أأكد له معايا فلوس ولا لأ عشان أجيبهم يقول لي لأ ده أنت قديم قوي، فبجيب المون غالية فبزودها على الصياد، الصياد بيزودها لما بيجيب السمك. في الاخر خالص بتصب عندي برضه، يعني انا المستهلك لما اجي اخد اشتري كيلو سمك كنت بجيبه مثلا ب 10 قروش، النهارده اجيبه ب 20 30. كنا بنصرف 30,000 جنيه من 4 5 سنين، انا صارف 100,000 كل حاجه، بويه ونجاره والفطه وحدايد كل حاجه. تعمل صيانه المركب دلوقتي اضعف دوبل، 3 4 اضعاف 5 اضعاف زي ما انت عايز تقول. قول السمك ما فيهاش، هو السمك ده سلعه هو بيتحكم فيها مش اللي بيتحكم فيها، انا صاحب المركب برش حجم فيها، لكن هو التاجر هو اللي بيتحكم فيها، لان يبقى عرض وطلب. في مراكب كتير واقفه من قله عمال، لان اللي عامل بيسرح له 10 15 يوم بيجي بص ما فيش فلوس، يقول لك لا واحد احسن اشوف لي شغله باليوميه وخلاص. المركب واقفه بقى لها شهرين، خرجوا النهارده بقى لهم ليلتين هم، وهيجوا بكره من قله سمك او ما يجوش الله اعلم، ده رزق في حاجه ده حد ما حدش يعرفها الا ربنا. ماشي، النهارده المركب بتقف من قله ناس، ليه النهارده بسرح 20 يوم بخش العريش لو معايا سلعه بطلعها، العربيه بتاخد مني 1200 جنيه، الجمعيه بتاخد مني 700 جنيه، والعربيه بتاخد 700 جنيه. طبعا شيء مؤسف ومحبط، واحنا بنحاول كمان نشوف ازاي نسلط الضوء على بعض المدن والقرى اللي كانت في يوم من الايام انتاجيه، زي ما شفنا تناولنا معاكم ما حدث في دمياط وفي اكثر من مكان، هنتابع معاكم خاصه ان كانت حتى رؤيه الرئيس السيسي للمحافظين انه تعالوا تشوفوا كيف يمكن ان نحول المحافظات كلها الى محافظات انتاجيه وسياحيه كمان، وده كان الفلسفه اللي كان يمكن ان بعض المحافظين يشتغلوا عليها، يشوفوا ازاي بعض المواقع الانتاجيه اللي انهارت بهذا الشكل. عزبه البرج كان من اهم، زي ما بقول لكم، اهم اسطول صيد واكبر اسطول صيد في الشرق الاوسط. شوفوا الحاله اللي وصلت اليها، ومكان مبهر، يعني لما تشوف الجمال مع الانتاج في الثروه السمكيه، طاقات هائله
احبطت بشكل كبير وانتهت في النهايه الى ان ده بينعكس حتى على ارزاق البشر وعلى مهنه كبيره بهذا الشكل وتصيبهم جميعا بالاحباط، بيعتزلوا مهنتهم زي لاعب الكره اللي بيعتزل. يعني وصلنا الى حاله اعتزال المهن بسبب احباطات من هذا النوع لا يتدخل المحافظون لحلها او لمحاوله الوصول الى نعمل ايه علشان نحل هذه المشاكل.